حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الموقع بوست: عودة نظام التعليم القديم إلى محافظة عمران. المصدر أونلاين: التحالف يقرر إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية في اليمن. العربي الجديد: إيران تربط بين اليمن واستقالة الحريري. ومن الحياة: الخرطوم تنفق 3.5 بليون دولار على المعسلات والسجائر. أهلا بكم. لم يخلو موقع إخباري محلي من تناول الحادثة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، واختلفت طريقة تناول الحادثة التي ذهب ضحيتها عدد من الأشخاص، حيث عنوان موقع يمن مونيتور: الداخلية اليمنية تعلن انتهاء عملية البحث الجنائي بعدن، والرئيس يوجه بالتحقيق. ويقول الموقع: إن مجموعة مسلحة تبناها ما يطلق على نفسه تنظيم الدولة داعش قد سيطرت على مبنى البحث الجنائي في خورمكسر بمحافظة عدن ودارت معارك طاحنة، إضافة إلى استخدام التنظيم انتحاريين وسيارة مفخخة في العملية. وينقل الموقع ما جاء في وكالة سبأ الرسمية من أن وزارة الداخلية أعلنت انتهاء عملية السيطرة على مبنى البحث الجنائي بإدارة أمن عدن، والتعامل بصورة تامة مع العناصر الإرهابية التي اقتحمت المبنى وتحصنت فيه. في تقرير لموقع الموقع بوست، تحدث عن الوضع التعليمي المتدهور في محافظة عمران، حيث قال مصدر في مكتب التربية والتعليم في المحافظة إن هناك أكثر من 1000 مدرسة حكومية في عموم مديريات المحافظة، غالبيتها أوصدت أبوابها أمام الطلاب، وأكثر من 12 ألف تربوي ومدرس يسعون للبحث عن لقمة العيش لهم ولأسرهم، وعشرات آلاف الطلاب متوقفون عن التعليم. مدير مدرسة حكومية في المحافظة قال إن المدارس عادت إلى طريقة التدريس البدائية، حيث يتم جمع عدد من المراحل الدراسية في فصل واحد وتعليمهم الأشياء الرئيسية. ويورد مثالا على ذلك: ضم صفوف المرحلة الأولى من الصف الأول إلى الصف الرابع في فصل واحد، وهكذا بقية المراحل الدراسية، ولا توجد لدينا إمكانيات للقيام بالتدريس بشكل منظم حسب النظام التعليمي. ووفقا لإحصائية حصل عليها الموقع، فقد اختطفت الميليشيا أكثر من 208 من التربويين والمعلمين في المحافظة، البعض منهم لا يزال حتى اللحظة يقبع في سجونها، كما زجت بمئات الطلاب إلى محارق الموت في جبهاتها، قتل منهم أكثر من 370 طالبا منذ دخولها المحافظة في العام 2014. الصحفي نبيل الشرعبي يكتب عن أحد الذين كانوا مدراء في مسرح مكتب الثقافة بالعاصمة صنعاء، وكيف أدت به الحرب واستمرارها إلى التشرد، وكيف أصبح يبحث عن لقمة عيشه مشردا في المدينة التي كتب كثيرا عن قضاياها وحول تفاصيلها إلى نصوص على خشبة المسرح. وقال في أجزاء من المقال: عام يزيد بضعة أشهر وهو يقضي أيامه وحيدا متنقلا من رصيف إلى آخر في شوارع صنعاء، حتى استقر به التشرد في مبنى مهجور ليقضي وقته منعزلا بفعل الإكراه على العزلة وليس حبا بها. توقف راتبه المتواضع من وظيفته الحكومية منذ قرابة العام. لم يكتفي صناع المأساة بتشريده، بل يعمدون إلى مضايقته ومداهمة مكانه المهجور وتفتيشه بشكل فج وغبي. يعيش مع ثلة من المختلين عقليا، مكتفيا بقطة صغيرة يقاسمها همومه وزاده. بالطبع هذا الموظف ليس وحده الذي عصف به قدر اليمن في زمن الكوليرا، بل يختزل وضع مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين وكذلك غيرهم من اليمنيين الذين صاروا في تقارير العالم لا يرد ذكرهم إلا مع وصف الأفقر عالميا. في اليمن أن تكون مثقفا أو مبدعا أو عالما أو مسرحيا أو فنانا أو صحفيا ينشد الإنسانية، هذا جرم يكلفك الكثير من المتاعب وقد لا تستحق الحياة، لكن أن تكون قاتلا فأنت الوطني
وأنت الوطن. وزاد الأمر تعقيداً أكثر منذ ما يربو على 3 سنوات حيث عصفت الحرب باليمن، إذ صار الإمساك بالقلم أو ريشة الرسم للتعبير عن السلام جرماً مكتمل الأركان، والقائم بذلك خائن وعميل ومرتزق ومتآمر على الوطن وتدميره، ولا يستحق أن يعامل كمواطن. وعلى النقيض التمترس خلف زناد البندقية وقتل الأطفال والنساء والأبرياء والمدنيين والعزل تنفيذا لرغبة القتلة وتجار الحروب يمنحك صك الوطني الشريف والبطولة والمواطنة المكتملة وغير ذلك من الامتيازات. العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، أبرزها من العاصمة المؤقتة. رئاسة المجلس الأعلى للحراك تحذر من عواقب غياب المنظومة الأمنية الواحدة بعدن، وعن أحداث أمس الدامية. عشرات الشهداء والجرحى في هجوم إرهابي نفذته داعش واستهدف مبنى البحث الجنائي بعدن. وميدانيا الشرعية تواصل التقدم شرق صنعاء وقواتها تصل خط العروض المؤدي إلى المعال. ومن تعز مسلح العجوز يهاجمون المرور وإدارة الأمن والشرطة العسكرية بتعز وسقوط ضحايا. ومن أبيان العثور على كميات كبيرة من الأسلحة خلال عملية مداهمة لأحد معسكرات القاعدة بالمحفد. مدير جوازات محافظة عدن محمد عبادي رفض الإدلاء بأي تصريح للمشاهد حول حقيقة إصدار جوازات لأشخاص دون الحاجة لحضورهم لمصلحة الجوازات وأخذ المعلومات والبصمة. وكان الموقع نقل تصريحات ضباط في صنعاء قالوا إنهم يقومون بإرسال صور للبطاقة الشخصية وليست الأصل عبر الواتساب لمصلحة الجوازات، وعليها تصدر لهم الجوازات وترسل من عدن إلى صنعاء. وقال تقرير المشاهد إن مزوري الجوازات في مختلف أنحاء العالم يستخدمون معدات عالية الجودة ومواد لإنتاج الجوازات المزورة، بينما في اليمن لا يحتاج لكل هذه التكلفة، وتستطيع إصدار جواز باسم وهمي بمبلغ بسيط وبطريقة رسمية من مناطق تسيطر عليها الحكومة الشرعية. وينقل الموقع تصريح أحد الضباط والذي علق حول نقل الجوازات إلى عدن، وأن الأمر ليس مجرد الاكتفاء بحصر إصدار الجوازات من مناطق معينة وإلغائها من مناطق أخرى، بل يجب على الحكومة الشرعية بعد اتخاذها مثل هذا القرار أن تثبت أنها قادرة على إدارة هذه المؤسسة الحكومية الهامة بكل جدارة. في شأن القائمة التي أصدرتها السعودية وصنفت بموجبها 40 من جماعة الحوثي كإرهابيين، كتب عامر الدميني مقالا في الموقع بوست ويقول الكاتب: من خلال القائمة يتضح أن الشخصيات المدرجة هي من القيادات العسكرية والسياسية والميدانية لجماعة الحوثي، وتلك التي تنحدر من عائلة عبد الملك الحوثي والبيوت السلالية الأخرى التي تعمل مع جماعة الحوثي. خلت القائمة من ناطق الجماعة الحوثية ورئيس مجلسها السياسي محمد عبد السلام، والذي مثل جماعته في المفاوضات السياسية بمحطاتها 3 بسويسرا والكويت، وحضر مفاوضات مع الجانب السعودي في ظهران الجنوب. بينما لوحظ في الكشف عدم وجود أي أسماء من الشخصيات العسكرية التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، رغم إدراج صالح في العقوبات الأممية مع نجله وزعيم الحوثيين وشقيقه، إضافة لأبو علي الحاكم القيادي في جماعة الحوثي. ليس من المستبعد أن تكون عملية تجنيب المخلوع صالح بمثابة خطوة تطمينية له ولحزبه في صنعاء. فالقائمة نفسها توحي بأن إعدادها من داخل اليمن، حيث يعرف شريكا الانقلاب نفسيهما بشكل واضح، وكل طرف منهما يعرف قيادات الطرف الثاني والشخصيات المؤثرة ومكامن القوة ونقاط الضعف. ولهذا قد تشكل القائمة فرصة لجماعة الحوثي في إعلان النقمة والحرب على صالح وقيادات حزب المؤتمر في صنعاء، سواء السياسية أو الميدانية أو العسكرية، إذ أن إعلان القائمة جاء في وقت تشهد فيه العلاقة بين الطرفين تدهورا مستمرا. من شأن هذه القائمة أن تفتح الباب أمام تصعيد قادم، كما أنها ستؤثر على مستوى المفاوضات السياسية التي دعا لها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ مؤخرا، تخلق مزيدا من التعقيدات التي قد تمنع العودة مرة أخرى للمفاوضات. العديد من العناوين وردت في موقع المصدر أونلاين، أبرزها: التحالف يقرر إغلاق كافة المنافذ اليمنية مؤقتا من أجل مراجعة إجراءات التفتيش. وقال الموقع:
إن التحالف العربي قرر إغلاق كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية حتى يتم مراجعة إجراءات التفتيش وسد الثغرات الموجودة فيها. وقال بيان صدر عن التحالف إن الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية تسببت في استمرار تهريب الصواريخ والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن. وأهاب البيان الصادر عن قيادة قوات التحالف بكافة الجهات المعنية التقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل قيادة قوات التحالف التي سيتم إعلانها لاحقا، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من ينتهك تلك الإجراءات. يتابع الموقع: يأتي هذا الإجراء بعد مرور حوالي 24 ساعة على إطلاق المتمردين الحوثيين صاروخا فلسطينيا إلى محيط مطار الملك خالد شرق العاصمة السعودية الرياض. إذن لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. صحيفة الشرق الأوسط قالت بأن السعودية كشفت عن قائمة تضم 40 اسما لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي، معلنة عن مكافآت مالية لمن يدلي بأي معلومات تفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن تواجدهم. القائمة ضمت كل من عبد الملك الحوثي، ومبلغ المكافأة 30 مليون دولار، وصالح الصماد ومحمد الحوثي وزكريا الشامي وعبد الله أبو الحاكم وعبد الخالق الحوثي ومحمد العاطفي ويوسف المداني وعبد القادر الشامي وعبد الرب جرفان ويحيى الشامي بمبلغ مكافأة 20 مليون دولار، بالإضافة إلى عبد الكريم الحوثي مبلغ المكافأة 15 مليون دولار، ويحيى الحوثي وحسن زيد وسفر الصوفي ومحمد الغماري وعبد الرزاق المروني وعامر المراني وإبراهيم الشامي وفضل المطاع ومحسن الحمزي وأحمد دغسان ويوسف الفيشي مبلغ المكافأة 10 مليون دولار. صحيفة العربي الجديد قالت في تقرير أعده لها من طهران الكاتب فرح الزمان شوقي إن إيران تربط بين اليمن واستقالة الحريري، حيث علق قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي اعتبر فيها أن لإيران علاقة بالصاروخ الذي أطلق من الأراضي اليمنية نحو السعودية. فرأى جعفري أن ترامب يطلق العديد من الافتراءات والتهم، وهذه واحدة منها. وفي تصريحات صحفية على هامش مراسم عزاء أقيمت في طهران لوالد قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، قال جعفري إنه لا يمكن لإيران أصلا أن تنقل صواريخ لليمن، إنها صواريخهم قاموا بتحديثها ورفع مداها، واصفا في الوقت ذاته القصف الصاروخي بأنه جاء للانتقام لدماء اليمنيين. من ناحية ثانية ربط جعفر الأمر باستقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض، معتبرا أن رسالة الاستقالة التي خرجت من السعودية واضحة، وهي مدعومة من محور الاستكبار وبعض الدول العربية حد قوله. من جهته قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إن الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من كل شيء لتوجه اتهاماتها لإيران التي لم تضع صواريخها في خدمة اليمنيين. وفي الشأن العربي والدولي كتب جورج سمعان في جريدة الحياة مقالا بعنوان سقوط التفاهمات من لبنان وسوريا إلى كردستان، والذي ذهب فيه إلى حد توقع احتمال اندلاع حرب في المنطقة تحمل جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات. يستعد المشرق العربي بعد دحر داعش لمرحلة جديدة من المواجهة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وإيران وأذرعها في المنطقة من جهة أخرى، في وقت لا يجد التنسيق القائم بين موسكو وواشنطن ترجمة فعلية. صراع الإرادات والمشاريع يرسم صورة قاتمة في كل ساحات القتال المشتعلة وتلك المرشحة للانفجار. المأزق الذي يواجهه اللاعبون الفاعلون في المنطقة يزداد استعصاً، ولا شك في أن حركتهم الدبلوماسية وما رافقها من تصريحات ومواقف لم تثمر تفاهمات جديدة على مرحلة ما بعد القضاء على تنظيم الدولة، خصوصاً في كل من العراق وسوريا، بل ربما كان استعجال بعضهم تكريس الأمر الواقع الجديد في الإقليم مثار غضب آخرين،
ويعجل في دفعهم إلى تغيير قواعد اللعبة، ومعها تعديل ميزان القوى في الشرق الأوسط كله، وهو ما يرفع سقف التوترات ويفاقم خطر اندلاع حرب واسعة قد تكون البديل الوحيد لدفع الجميع إلى طاولة الحوار على صفيح ملتهب. استقالة سعد الدين الحريري ليست الخطوة الأولى والأخيرة في صورة مشهد استراتيجي مختلف بدأ يتشكل من العراق وكردستانه إلى سوريا وجولانها ولبنان وحزبه. ففلسطين وجناحيه تأتي في إطار اصطفافات جديدة وخلط أوراق يفرضهما هذا المشهد. اقترب أوان طي صفحة معظم التفاهمات التي فرضتها الحرب الكونية على الإرهاب، ولا بد من إعادة تموضع لمواكبة السياسات الدولية والإقليمية. موقع شبكة البي بي سي تحدث عن مقتل 26 شخصا في حادث إطلاق نار أثناء قداس في كنيسة في ولاية تكساس الأمريكية. الحادث وقع في كنيسة فيرست بابتست في ساذرلاند بمقاطعة ويلسون، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مسلحا دخل الكنيسة الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي وبدأ في إطلاق النار. وقال مفوض بلدية ويلسون ألبرت جيمز إن المسلح غادر المكان على متن مركبة قبل أن يلقى حتفه. أما المسلح المسؤول عن العملية فقد قتل بعد ملاحقة قصيرة له في بلدة غوادالوب المجاورة حسب نائب مأمور البلدية، ولا يعرف ما إذا كانت الشرطة هي التي قتلته أم قتل نفسه. في أخبارها المنوعة تعنون صحيفة الحياة اللندنية: الخرطوم تنفق 3.5 بليون دولار على المعسلات والسجائر. وقالت وزارة الصحة السودانية إن ولاية الخرطوم تنفق 1.5 بليون دولار في السنة لاستيراد السجائر وحوالي 2 بليوني دولار لاستيراد التبغ المعسل، أي ما مجموعه 3.5 بليون دولار. ونقل موقع شبكة الشروق عن وزير الصحة مأمون حميدة أن الوارد إلى ولاية الخرطوم من التمباك بلغ أكثر من 100,000 طن سنويا، مضيفا أنه تم الاتفاق مع شركات التبغ لتقليل نسبة النيكوتين من 1.3% إلى 1% بحلول العام المقبل، وعلى أن تقل بنسبة محددة كل عام. وأشار إلى أن نسبة النيكوتين في العالم كله لا تتعدى 6%، مطالبا السلطة القضائية بتغليظ عقوبة التدخين إلى أكثر من الغرامة لحماية صحة المواطن. وأكدت مديرة إدارة مكافحة التبغ لبنى يحيى أن إدارتها نفذت حملات على محلات تصنيع التبغ وأماكن تعاطي التبغ والشيشة في الولاية للتأكد من وضع الصور والمحاذير والنسب القياسية للتبغ. وقالت إن الحملة التي استهدفت الخرطوم وأمدرمان أسفرت عن ضبط 10,000 محل شيشة وأكثر من 300 فندق يعمل في الاتجار بالتبغ، وحوالي 25,000 محل عشوائي للشيشة، وحوالي 82 ورشة تعمل في إنتاج المعسل، وحوالي 7,000 كرتونة تبغ معسل منتهية الصلاحية. ومن أخبار القدس العربي أن سيركا مجريا متجولا باع في مزاد لوحات صنعتها أنثى فيل هندي تحب الإمساك بالفرشاة وتجيد الرسم بها. تضيف الصحيفة: بيعت 3 لوحات كأنفاس تجريدية صنعتها أنثى الفيل ساندرا البالغة من العمر 42 عاما، واحتوت على خطوط بألوان مختلفة تشبه أنهارا بنحو 150 دولار للوحة الواحدة. ومن المقرر تخصيص إيراد هذا المزاد لصالح أحد مواقع حماية الأفيال في ماليزيا. مربي ومالك ساندرا الذي يعمل أيضا مديرا للسيرك قال إن ساندرا ترسم بخرطومها وهي سعيدة لقيامها بذلك، وأضاف قائلا: فقط أساعدها في تغيير الفرشاة ووضعها في الألوان وهي تقوم بالباقي بنفسها، نحن معا منذ 40 عاما، لذا فإن علاقتنا مثل فردين في عائلة. غياب القيم والمبادئ يعمق نزاعات التقسيم. تحت هذا العنوان كتب سعيد الشهابي مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا في جزء من المقال: تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ، ذلك هو المشروع الغربي في المنطقة العربية ماضيا وحاضرا. قبل 6 أعوام قسم السودان إلى بلدين، ومنح جنوب السودان استقلالا عن شماله بعد حروب استمرت عقودا أثيرت فيها النزاعات العرقية والدينية. كان ذلك عقابا للسودان على سياسته التي أعلنت تطبيق الشريعة وأصبحت محسوبة على تيار الإسلام السياسي، برغم أن حاكمه ضابط وصل للسلطة بانقلاب عسكري على حكومة منتخبة في العام 1989.
ولتفادي ذلك غير السودان في السنوات الأخيرة سياسته الخارجية وتقارب مع الغرب، خصوصا بعد أن أصدرت محكمة الجنايات الدولية قرارا باعتقال الرئيس عمر البشير. هذا القرار أصبح لاغيا بعد أن تقارب البشير مع السعودية وأمريكا وقطع علاقاته مع إيران. مع ذلك سيظل سيف التمزيق مسلطا على السودان كما على غيره من البلدان العربية الكبرى كمصر وسوريا والعراق. فطرح قضية أكراد العراق بالشكل والزخم الأخيرين يؤكد رغبة الغرب في اللعب على التناقضات واستغلالها لتمكين وجوده السياسي والعسكري في المنطقة. وعندما تصرفت الحكومة المركزية بحزم تم احتواء مشكلة انفصال الأكراد عن العراق، وبالتالي تم تجميد مشروع تقسيم الدول التي تضم جاليات كردية كبيرة مثل سوريا وتركيا وروسيا وإيران. ما مستقبل التوجهات الانفصالية إذا استمر العالم بلا قيادة وبدون قيم أخلاقية تحكم مساره؟ فستتصاعد نزاعات الانفصال والتفتت. أما إذا أصبح هناك نظام عالمي مركزي يتمتع بأذرع ضاربة وقيم إخلاقية وإنسانية عميقة، فمن المتعذر حدوث تصدعات كبرى في الكيانات السياسية القائمة. وبرغم استسخاف مقولة وحدة الأمة إلا أنها تظل الضامن الأقوى لوقف مسلسل التصدع والانفصال، وتتضاءل دوافع الكيانات الصغيرة للاستقلال عندها تتعمق بذور الانتماء والوحدة والتقارب بدلا من التصدع والتمزق والتفتيت. شرع كثير من رعاة الأغنام في تركيا بالخروج برفقة قطعانهم في رحلات تستمر شهورا إلى مراع وهضاب مرتفعة تمتاز بالخضرة والطقس المناسب. الصور من وكالة الأناضول، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.